أهلا بكم من جديد. أذاعت قناة مكملين قبل قليل تسريبا صوتيا تقول إنها حصلت عليه من داخل مقر جهاز الأمن الوطني أمن الدولة في مصر سابقا. التسريب يتعلق بقضية أحداث الاتحادية التي وقعت إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، ويكشف التسريب كيف جرت فبركة الوقائع والمحاضر على يد أحد ضباط أمن الدولة على خلاف الرواية التي روجها الإعلام وقتها. نتابع هذا التسريب مشاهدينا ثم نعود لمناقشة ما ورد فيه. لا يا عم، عندي يوم السبت قاعد أمان الله امبارح. ايه؟ راح المحكمة، شاهد الإثبات، شاهد الإثبات. قاعد بطريقة التلفزيون امبارح ولقيت مراسل بتاع على الاتحادية، أحداث الاتحادية في المحكمة يعني. انا قاعد كان في التليفون والتلفزيون شغال كده، قالت لك بيقول المقدم عمرو صافي الامن الوطني، انت قال اللي بيتكلموا ايه، سامع عارف ليك معايا اسمع اللي بيتقال بقى. لقيت ان انا مطلوب في الشهاده بتاعتي يوم السبت اشهد الاثبات. طبعا دي اخر حاجه وانا رايح شاهد الاثبات على الايه، على الموضوع بقى والتكلفات والتنظيم والليله والفيلم والحدوته كله. انا لقيت لك المراسل بيغطي، فقال لك الجلسه تاجلت ليوم 19 لطلب شهود الاثبات، المقدم عمرو بشار في الامن الوطني واللواء علاء سليم في الامن العام كشهود اثبات، وجلسه سريه وجلسه وهتبقى فيلم. الواحد قاعد بقى ايه عمال، لان انت لو قريت المحضر وشفت اللي مكتوب هتقول لي ايه اللي انت عامله ده. بعت جبت من النيابه محضر اتحاد بتاعي في النيابه، ماشي، المحضر ده هيفضل معانا، ده هيبقى خلاص في التاريخ بقى، واخد بالك انت؟ فمره هبقى اقراه لك وتقرا وتقول ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ بس لا مفيش جلسه معلنه، هي انت والمحامين والمتهمين، ده خدوا المحامي بتاعك، انت والمحامين والمتهمين في المحكمه. المحامين قاعدين والمتهمين قاعدين، بس والمحامين تقعد تسالك وتقعد تعصر فيك وانت تتكلم كده يعني. لا يعني ما هو اصل انت الحوادث الثقيله اللي ايه؟ وادي النطرون والتخابر، ودي دي هي الحوادث كتير، اسال حوادث. فواحد راح بتاعة التخاب، ماشي، حدث النطرون ما لسه ما اتطلبش، وانا بتاع الاتحاديه. لا هي ما ينفعش تعبها، ليه؟ اصل الواقع ان انا الاحداث دي لما حصلت 2012، طلب مننا محضر تحريات، ده ايام مرسي. عملت انا محضر تحريات في 2013، ما انا بقول لك انا عملت محضرين، في هناك محضرين تحريات، محضر نقل من التلفزيون ده ايام مرسي، واخد بالك، اللي هو اللي انا مش قايل اي حاجه، اي سرد الاحداث زي ما الناس كلها شافتها في التلفزيون. ده في شهر 2/2/13 ايام حكم مرسي، بعد حكم مرسي بشهر 7 جاب قرار النيابه بقى ايه، قول لي كده دور اللي يقول لي يقول لي الكلام زي ده. ماشي؟ فعملته في شهر 7. بس في الجديد فانا هيبقى رد عليه ان مفيش المصادر ما كانتش متعاونه في الفتره بتاعت حكم الاخوان. لا انت في فتره حكم المرسي ما كانش فيه مصادر. طيب انا كنت كاتب في المحضر بتاع النيابه ذات نفسه، قال لك ايه، انت لوحدك الايام بكام ده؟ قلت لهم لا دي مجموعه فريق عمل اللي اكيد انا بس هبعت اجيب محضر المحضر بتاع النيابه دلوقتي، هبعت اجيبه اشوف الدنيا فيها ايه. قام قالوا لي احنا مش عارفين نقول لك ايه. وبعدين بتاع الامن العام اخذ اللي انا كاتبه واخذ منه، هو ما عندوش معلومه يكتبها. انا مش حكيت لك التفاصيل كانت ساعتها عامله ازاي، محضر يعني انا عامله معايا، ومحضر اللي اتسالت فيه في التحقيقات هناك بعت جبته من النيابه. هضرب لهم قرصين ترامادول عشان هيبقى هادي معاهم ويستفزوني واستفزهم وكده يعني. الكلام ده مفيش، القاضي بيمنع كل الكاميرات ويقفل كل الكاميرات وكل الليله، والاضاءه تهبط والليله وخلاص، الجلسه السريه تبقى كده، وتبقى انت والمحامين بس، مفيش لا صحفيين ولا اعلام ولا اي حاجه. دي شهاده الاثبات هي خلاص، بعديها تقوم خلاص خلصت بقى، يبقى مراجعه ونتص احكام. الاستاذ كان بياخد البيانات من الكارنيه يا حبيبي، وممكن في النيابه يقول لك الكارنيه. ايوه يعني ممكن في الجلسه يقول لك الكارنيه، يقول لك ورينا. حلو، انت اسمك ايه بتتكلم؟ عمرو مصطفى حسين حسني ياسين، ومكتوب كده في الكارنيه ومكتوب كده في البطاقه. عمرو حسين، عمرو حسين، دور بقى عمرو حسين، ده عمرو حسين. انت بقى
تاخد معاك فتره عمرو ياسين يعني تغير روحك في التمرين وتخليها عمرو ياسين. لو انت عمرو في حاجات انت جبتها منين؟ انا الحقيقي دماغي حقيقي دماغي كل اللي انا عامل سيناريو بتاع الفيلم ده. انت كنت حاجه احمد قال قالهم لي ان العيال كانوا بيعملوا بالليزر وكانوا بيحددوا بعياله وكانوا بيمسكوهم ويضربوهم النشطاء اللي هم كنت بتاع فاهمني؟ فلما رحت لاحمد فلما رحت للعيال قلت له يا باشا انت لما تيجي تعمل محضر ايه اللي كان بيحصل في موقف زي ده؟ شايف في بحث اجتماع للقيادات بتاع مثلا الاتحاد والكلام ده؟ قال لي قلت له ما خلاص ما ده حصل. طب ما نوى قال لي ايه؟ قال لي بس احنا ما عندناش دليل الكلام ده. قلت له الدليل ان ده حصل ان ده واقع حصل ايه اللي فيه؟ سبحان الله لما كتبت كل الكلام ده رحت لقيت قائد الحرس الجمهوري قايله بقى على الشيخه بالليله بالترابات تسيب ترابات تسيب بالاحداث اللي هو شافها ما هو جوه القصر بعبعاطي باسعد الشيخه بمش عارف ايه. قال لي انا لقيته حتى بيزودني الكلام. قلت له انا ما قلتش الكلام ده. قال لي ما تقلقش حرس الجمهور قايل نفس الكلام انت بتقوله انا باكد كلامك ما تقلقش. خلاص ما دام انت شايف كده يعني انت في اسماء مش موجوده هو زودها لك هناك. مش اسماء هو ما زودش اسماء. هو الاسماء اللي انا قايلها هو زود في الاحداث يعني فاهم انت؟ يعني قال لك وعمل كذا فاهمني؟ قال لي الكلام ده كان هو المكتوب. النتيجه من الواقع ده حقيقي. واقع حقيقي بس بالمخ وبخبره الناس بتاعت الاخوان من اجتماعات مكتب الارشاد والكلام ده. مين الناس اللي حضرت؟ فلان وفلان وفلان. طب مين كان مسؤول كذا؟ فلان وفلان. فعلا صفت حجازي والبلتاجي فاهمني؟ دول مسؤولين. ايمن هو ما هو كان مسؤول الامن في البتاع وكان ومتشاف وقائد الحرس الجمهوري قال لك ايمن هو كان موجود كان واقف بره وكان هو اللي بياخد العيال ويستلمها. انا كاتب الكلام ده بقول لك سبحانك يا رب. يعني انا والله يا رسول الله ما بحكي لك كده. ده انا قعدت معاهم احاول افهمهم واقنعهم. هو الله يرحمه محمد منصور الله يرحمه قال لك كده. دول الاسمين بتوع الاجتماعات بتاع مكتب الارشاد اللي بيناقشوا المواضيع دي. هو حد عارف حاجه ده انت عارف حد عارف حاجه ده فاهم؟ لا يا عم والموضوع مش مستاهل كل القلق ده وإيه؟ والله ولا في اي حاجه يا اخي. انا مش عامل حساب يعني انا مش حاطط في حساباتي اي قلق من ده. حتى معايا ما رئيس المجموعه بيقول لي يعني تبقى رايح مغير شكلك شويه عشان ابدأني كسكته بتاع. قلت له مش ولا الكلام ده كله ولا اعمل عمري الكلام ده. فالمهم انا بس انا ايه كان كل تخوفي ان امك لو عرفت مش عايز اقول لك ده. لما بتاع الكهرباء عشان اعداد الكهرباء ما نامتش واخد بالك انت؟ بقول لك امك عشان بتاعت عداد الكهرباء ما نامتش. هي شاهد الاثبات. انا شاهد الاثبات يعني اللي قبل كده شهود الواقع. انا شاهد الاثبات يعني الواقع يعني بيسرد الاحداث اللي حصلت. ده جاء وده ضرب وده مشي وده عمل وخلاص. ده اللي هو الناس كلها شايفاه. انما شاهد الاثبات اللي بيثبت بقى ان ده كان دي دور في كذا وده حرض وده قتل وده ضرب وده عمل وده عذب وده احتجز وده وده وده. انا ولواء في الامن العام محضر التحقيق بتاعه. ده لازم يروح يا ابني. ده قرار نيابي وفي حاجه اسمها قرار محكمه جنايات طلاق في قلب المحكمه كلمه شرطه. وبعدين عايز اقعد اذاكر القضيه ذات نفسها. انا واخد بالي من الدنيا واخد بالي من تحركاتي واخد بالي من خطوط سيري وانا ماشي ببقى ماشي مركز في مراياتي بغير خط السير بعمل يعني فاهمني حاجات زي كده كتير فاهمني وخلاص. انما هي ومحدش يعرف عنواني ولا اي حاجه وحتى السكان عارفين ان اسمي ماجد. انا هناك ماجد وخلاص. هو البواب بس اللي عارف اسمي عمرو وخلاص. بس حتى بقى ما يعرفش انا مين شغال ايه اي حاجه ما يعرفش. ما هو لازم ما هو يا بابا لازم. ده انت شاهد الاثبات والمحامين تقعد تسالك انت قلت كذا وانت كان لا فيش دي. في حاجه اسمها تليفون يا راجل ولا حاجه مسجله اسئله لا ما فيش بقى الكلام ده خلاص. يعني ما انا ما بقولش لحد يا حبيبي الكلام. انا بكل معذب كلمت رضا فرحات قلت له يا باشا انا عذبت انا اسف الاعلان دوت وده عنواني الجديد عشان لو في اي حاجه لا قدر الله في المنطقه هناك تقوم تعطيني انا عنواني الجديد دوت تذكروني. لا في شهر 12 ساعه ما انا قلت
فمال لي في بيت البنات لمحمد عاصم، فاتكلمت لمحمد عاصم وقلت له يا باشا انا غلطت وانا عارف عنواني الحته الفلانيه عشان خاطر لو في اي حاجه انتوا ايه تبقوا عارفين. بس المقدر عمرو مصطفى يا باشا القاهره يا باشا، ده حضرتك مش اسال داعي ربنا يخليك يا باشا. معلش يا باشا انا كان ليا ظروف كده في موضوع نقل سكن كويس، انا كنت عامل المحضر بتاع الاتحادات الاتحاديه اللي هي احداث الاتحادات تحت الامن الوطني كويس، وكنت نقلت لان كانوا نشروا كل بياناتي على في الضرايب ضابط مقدم عمرو مصطفى سن 41 كانوا هم رجال امن ورقم كمين كذا 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 وصبع يعني كتير كانوا كاتبين في القصه دي تمام، فعلشان كده نقلت. انا شغال وكيل مجموعه التنظيمات في القاهره تمام، وعندي جلسة من شهادة الإسلام 2019 الجلسة بتاعت المحكمة. إذن مشاهدينا بعد أن استمعنا لهذا التسريب الذي أذاعته قناة مكملين نبدأ النقاش مع ضيوفنا، ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول مصطفى عزب المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا. أهلا بك معنا سيد مصطفى، لكن نبدأ من القاهرة، ينضم إلينا عبر الهاتف من هناك محمد الضماطي محامي عدد من المعتقلين والمتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي. أهلا بك معنا سيد محمد، ما تعليقك في البداية على هذا التسريب الذي أذاعته قناة مكملين، خاصة حضرتك كنت أحد الحاضرين لهذه الجلسة التي عقدت يوم 19 إبريل عام 2014 والتي تم فيها الاستماع لضابط الأمن الوطني عمرو مصطفى؟ شوف باختصار شديد، أحداث الاتحادية حدثت يوم 4 و5 و6 12 سنة 2012 بعد صدور الإعلان الدستوري اللي احنا عارفينه. جدوى هذا التسريب إيه بقى؟ احنا بصدد حكم بات، يعني القضية اللي شهد فيها الضابط عمرو مصطفى اللي أنا سمعت التسريب بتاعه دي أصبح فيها حكما نهائيا وباتا صادر من محكمة النقض. طب جدوى التسريب ده إيه؟ جدوى التسريب ده إذا استطعنا أن نثبت أن هذا الشاهد كان شاهد ظهور يبقى من الممكن التقدم بطلب إعادة النظر في هذه القضية رغم أنه حكم بات، لكن طبقا لنص البند 3 من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية إذا حكم على الشاهد بعقوبة الشهادة الزور يجوز تقديم طلب إعادة النظر وإعادة نظر القضية مرة أخرى. هو ده جدوى التسريب. التساؤل الذي يطرح نفسه، هل لو تقدمنا نحن كهيئة الدفاع ببلاغ إلى النائب العام وأرفقنا فيه هذا التسريب، هل سيتم تحقيق هذا البلاغ تحقيقا يفضي بنا إلى أن هذا الشاهد وهو شاهد إثبات بني عليه الحكم الصادر بالإدانة ضد المحكوم عليهم، هل النائب العام سوف يحقق هذا البلاغ ونصل إلى أن يصدر حكم في هذه الدعوة ضده ويصدر حكم على انه شاهد زور؟ دي الجدوى الوحيده اللي طيب. ممكن يعني بالتاكيد كل هذه الاسئله مهمه استاذ محمد، لكن دعنا نعود للجلسه، هذه الجلسه التي تم فيها الاستماع الى هذا الضابط، وقلت انه كان في ضابط فعلا اسمه عمرو مصطفى هو شاهد الاثبات للامن الوطني، وتم الاستماع خلال هذه الجلسه الى شهاداته، لو تروي لنا بشكل مبسط ما الذي دار خلال هذه الجلسة؟ لا يعني صعب قوي ان انا اتذكر يعني هذه الشهادة تحديدا لان القضية كان فيها اكثر من 70 شاهد تقريبا، يعني احداث الاتحادية كان فيها حوالي 70 شاهد، وبعد صدور الحكم البات يعني اغلقت هذه القضية من وجهة نظري كمدافع في هذه القضية، لكن هو الفكرة ان هذا الشاهد بهذا التسريب يعني أن الحكم اللي صادر ضد المتهمين قد بني على شهادته ضمن شهود آخرين، وبالتالي عندما يصدر حكم بأنه شاهد زور ويعاقب على هذه الشهادة نستطيع بالفعل أن احنا يعني نفتح القضية من جديد.
لكن انا عايز اكد لك ان هو قال بالحرف الواحد انه عمل 2 تحريات. تحريات بعد الوقع وما قالش فيها حاجه، والتحريات الثانيه عندما في شهر 7 سنه 2013 بعد حدوث الثوره المضاده، وانه غير تماما التحريات اللي قالها قبل كده، وبالتالي هذه تحريات مصطنعه بحديثه هو انه صنعها من مخيلته بناء على ما راه في التلفزيونات الى اخر هذا الكلام. وبالتالي يعني الجدوى الوحيده من هذا التسريب ان نقدر نوصل به الى المحكمه ويقضى عليه بشهاده الزور. طيب. هل ده ممكن في العصر اللي احنا فيه ده ولا مش ممكن؟ هو ده التساؤل. طيب ابقى معنا سيد محمد. مصطفى عزب ضفنا من لندن، يعني طبقا لهذا التسريب الذي اذعته مكملين، فان احد شهيدي الاثبات وهو الضابط عمرو مصطفى ضابط الامن الوطني عد محضرين لقضيه الاتحاديه، احدهما كما ورد في التسريب اعده من خلال التلفزيون، من خلال مشاهدته للتلفزيون ده في شهر فبراير عام 2013، لكن بعد الانقلاب في شهر يوليو عام 2013 عد محضرا جديدا وقال بالنص في التسريب انه عده من دماغه، وانه وصف انه سيناريو فيلم عده من دماغه. كيف يمكن توصيف ذلك في ضوء ما جاء في التسريب؟ يعني بشكل واضح هذا دليل دامغ على فكرة انهيار منظومة العدالة في مصر. أنا الحقيقة لم أتفاجأ بهذا التسريب، أنا كنت حاضر في أوراق أمام النيابة العامة، في أمام مصطفى خاطر في النيابة العامة في أحداث الاتحادية في ديسمبر 2012. هناك محضرين بالفعل، انا اطلعت على التحريات التي قام بها عمرو مصطفى باسمه كما قال تحديدا حرفيا داخل هذا التسريب، اطلعت على هذه التحريات في المحضر رقم 11203 لسنه 2012 اداري مصر الجديده والمؤرخ بتاريخ 3/12/2012، والمحضر كذلك رقم 11228 لسنه 2012 اداري مصر الجديده، والمحضرين دول ضمهم لبعض ما قبل الثالث من يوليو. ثم بعد الثالث من يوليو قامت النيابه العامه بفتح محضر جديد تماما، قامت بصياغه روايه مختلفه تماما عن كافه التحريات التي كانت قبل ذلك. شهاده قائد الحرس الجمهوري في المحضر الذي ذكرت رقمه انا الان مختلفه تماما عن المحضر ما بعد 3 من يوليو، شهاده عمرو مصطفى وتحرياته وتحريات كافه الاجهزه الامنيه سواء المخابرات العامه او الامن الوطني او الامن العام كلها مختلفه تماما بل متناقضه. اسماء المتهمين في القضايا او الموجهه اليهم اصابع الاتهام في المحضر الذي ذكرت او المحضرين اللذين ذكرت رقمهما مختلف تماما عن المتهمين في بعد الثالث من يوليو، وهذا دليل دامغ على ان القضيه مسيسه. المحكمه طلب منها بشكل واضح ضم المحضرين دول الا انها لم تفعل ذلك. اسماء الضحايا الموجودين في هذا اليوم، قتل 10 ضحايا، لم يعرض على المحكمه الا ضحيه واحده فقط او 2 فقط من الضحايا هم السنوسي والضيف الصحفي ضيف، هذا فقط حسين ابو ضيف، هذا فقط الاسماء الذين عرضت على المحكمه، وتم تجاهل كافة الأقوال وكافة شهادات الشهود وكافة أقوال الشهود العيان في هذا في المحاضر السابقة وكافة التحريات المباحث التي وتحريات الأمن الوطني وتحريات الأجهزة الأمنية تماما فيما قبل 3 من يوليو. هناك قضية تم اختلاقها من الصفر في أعقاب 3 من يوليو بنيت عليها هذه القضية، أنا كنت شاهد على ذلك. مصطفى خاطر، هذا الكيان المركزي، النيابة العامة في مصر تعاني من خلل جسيم جدا أن هذا كيان مركزي تماما لا يستطيع فيه أي فرد في النيابة العامة أن يتصرف ثم التصرف إلا بإذن من النائب العام، وفي حالة اعتراض النائب العام على أي قرار يمكنه من إلغاء قرار كل من ينوبه سواء المحامين العموم أو وكلاء النيابة أو رؤساء النيابة. مصطفى خاطر استغل الأوضاع السياسية في البلد في هذا الوقت، واستغل حالة الانفلات السياسي واتخذ ما شاء من إجراءات على خلاف رغبة النائب العام في هذا الوقت، وقام بإخلاء سبيل المتهمين في هذه القضية الذين أثبتت تحريات الأجهزة الأمنية أيضا في هذا الوقت أنهم مسجلين خطر وأنهم وذكرت أسماءهم تحديدا وذكرت الأحكام التي عليهم في هذا الوقت وذكرت انهم تابعين لكذا وكذا وكذا. ايضا من ضمن المتهمين امر مهم للغايه، المتهمون في المحضر ما قبل 3 من يوليو كان عمرو موسى احد المتهمين، حمدين صباحي، محمد البردعي، وكذلك العديد من الاعلاميين على راسهم عمرو اديب ومجموعه وابراهيم عيسى. هؤلاء الاشخاص متهمون في هذا المحضر، امرت النيابه العامه في غلق هذا المحضر ما قبل 3 من يوليو ان يفتح تحقيقا
منفردا في احداث القتل واحداث حيازه الاسلحه، طيب. وتحقيقا منفردا كذلك في التحريض الذي وجه الى الاعلاميين في هذا اليوم، الا ان كافه هذه التحقيقات وكافه تلك الطلبات ذهبت الى مكان خفي، وعرض علينا مع محضر جديد فيما بعد 3 مليون اللي يعرض على المحكمه وتدور احداثه بهذا الشكل. طيب دعنا نشرك معنا من القاهره اللواء رفيق حبيب مساعد وزير الداخليه سابقا، اهلا. طيب يبدو ان اللواء رفيق حبيب ليس معنا حتى الان، لكن استاذ محمد الضماطي دعنا نعود اليك مره اخرى. طيب هذا تسريب ان صح بهذا الشكل، انه احد شهود الاثبات الرئيسيين في هذه القضية بيقول أنه عمل محضر شهادته من دماغه، وأنه المحضر الآخر كان عامله من التلفزيون، وأنه قال بالنص أنها أنه ده سيناريو فيلم عامله من دماغي. إذا صح هذا تسريب سيد محمد، إلى أي مدى ينسحب على بقية القضايا التي ما زالت متداولة أو التي تم الفصل فيها؟ لا، هو ما فيش خلاف ان ملوش تأثير على القضايا الأخرى لأنه ليس شاهدا في القضايا الأخرى، لكن تأثيره ينسحب زي ما قلت لحضرتك على قضية أحداث الاتحادية. يعني إذا استطعت هيئة الدفاع، وإن شاء الله سأتشاور مع بقية هيئة الدفاع عن إمكانية تقديم البلاغ واتهام هذا الشاهد بأنه شاهد زور، لأن هو قال بالحرف الواحد انه ان التحريات بتاعته مصطنعه وعمل السيناريو بتاعها من دماغه. وانا عايز اقول لك ان كثير من القضايا وخاصه القضايا التي اشرف بالحضور فيها الان، ومنها قضيه تخابر مع حماس وقضيه اقتحام السجون وقضيه المقطم، كل هذه القضايا مقدم فيها تحريات مصطنعه ومن مخيلة ضباط الأمن الوطني وضباط المباحث الجنائية. لكن ده يعني شهادة أو تسريب الضابط عمرو مصطفى لا ينسحب إطلاقا على القضايا الأخرى لأنه ليس شاهدا فيها، وبالتالي جدوى هذا التسريب زي ما قلت لحضرتك أنه طبقا لنص المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية اللي بيقول أن يجوز التقدم بالتماس إعادة نظر. امتى بقى؟ له حالات محدده، من ضمن هذه الحالات ان الشاهد اللي بني عليه الحكم يصدر ضده حكم بشهاده الزور، يعني يصدر ضده عقوبه على انه شهد زورا. في الوقت ده من الممكن اعاده النظر. ليه؟ لان هذا الحكم اللي صادر في احداث الاتحاديه من بين الادله التي بني عليها هي شهاده الضابط عمرو مصطفى. طيب ايضا من ضمن ما جاء في التسريب استاذ محمد اذا ثبت صحته بالتاكيد، قال ان بتاع الامن العام يقصد شاهد الاثبات التابع للامن العام لواء في الامن العام اخذ اللي انا كاتبه واخذ منه. معنى ذلك ان شهاده لواء الامن العام ربما يتم اعدادها مع شهاده ضابط الامن الوطني. يعني هل هذا امر طبيعي يا سيد محمد؟ لا، هو ما فيش خلاف انهم بيتبادلوا، لكن هو ضابط الامن العام اللي شهد ده واللي اخذ شهادته من اقوال الضابط عمرو مصطفى، بالتالي يبقى شهاده ضابط الامن العام مجروحه ولا يعتد بيها، وبالتالي نستطيع ايضا ان الاثنين يدخلوا في البلاغ الخاص بشهاده الزور، لان هو واخد شهادته وأدلى بيها من واقع شهادة الضابط عمرو مصطفى اللي بنفسه اعترف وقال إنه اصطنعها من مخيلته وهو اللي عمل لها السيناريو بتاعها. طيب يعني ربما هذه الشهادة وربما هذا التسريب، ونستغل فرصة وجودك معنا أستاذ محمد، فتح التساؤلات عن القضية، قضية الاتحادية. يعني إذا كان الحكم الصادر بحبس دكتور محمد مرسي وثمانية آخرين حكم نهائي وبات من محكمة النقد 20 عام، نعم، فالسؤال نعم. إذا كانوا هم الذين اتهموا في مقتل العديد من المتظاهرين أمام الاتحادية، وإذا كان الإخوان هم من قتلوا الصحفي الحسيني أبو ضيف، فمن قتل أنصار نعم. الإخوان حتى الآن لا توجد أي إجابة. شوف، هذا الموضوع أثير حتى في القضية المنظورة والمسماة بفض رابعة. يعني فض رابعة 739 متهم مقدمين في انهم قتلوا
7 من افراد الامن، بينما لم يقدم اي متهم في من قتل 1000 واكثر من المعتصمين. نفس القصه حدثت في الاتحاديه، وانا قلت قدام المحكمه ان هناك ازدواجيه في المعايير، والنيابه بتدعي دايما انها بتعمل نسخه من القضيه علشان تحقق فيها، ولكن انا قلت لهم دلوني على قضيه واحده تم التحقيق فيها بدءا من الاتحاديه، من الحرس الجمهوري، احداث فض رابعة، الى كل هذه القضايا اللي قتل فيها من الثوار ومن المعتصمين الذين يؤيدون الدكتور محمد مرسي، لم تدلني النيابه على اي قضيه تم التحقيق فيها. انا عايز اقول لحضرتك بس رجوعا الى احداث الاتحاديه، انه في شهر مارس سنه 2013 كانت هناك مذكره من النيابه قد اعدت ليصدر فيها امر بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه. وبعد ذلك عندما تأكد أن هناك ثورة مضادة اعتبارا من شهر مارس 2013 بدأت التحقيقات تعود من جديد وتجرى فيها تحريات من جديد، غير التحريات التي أبديت في شهر فبراير أو بعد الواقع على طول اللي حصلت في شهر 4 و5 و6 و12 2012. وبالتالي نحن بسبب يعني تحريات مصطنعة عندما تأكد للثورة المضادة أنها قادمة لا محال. ده الموضوع باختصار شديد. وبالتالي إحنا بصدد الموضوع اللي أثير وخاص بالتسريب، نأمل أن يتم التقدم فعلا من عندنا بهذا البلاغ ويرفق فيه هذا التسريب، ونأمل أن النائب العام يحقق هذه الواقعة لأنها واقعة خطيرة وهي واقعة مشينة جدا، و نعمل ان هذا البلاغ بالفعل يتم تحقيقه ونصل فيه الى نتيجه. عندما نصل فيه الى نتيجه نستطيع فتح القضيه من جديد، ولانه هذا الشاهد ركيزه اساسيه في الحكم الذي صدر في احداث الاتحاديه. شكرا لك. سيد محمد الضماطي، المتحدث باسم هيئه الدفاع عن الرئيس المعزول دكتور محمد مرسي، شكرا جزيلا لك. عوده اليك سيد مصطفى عزب، هل بالفعل بناء على هذا التسريب الذي اذعته مكملين، هل من الوارد ان يتم فتح القضيه مره اخرى، قضيه الرئيس المعزول محمد مرسي، خاصه وان الحكم فيها اصبح حكما نهائيا وباتا؟ يعني انا اعتقد بشكل واضح انه لن يتم المساس باي من القضايا المنظوره امام القضاء المصري برغم صدور اي شيء. انا اعتقد ان المحكمه التي اصدرت هذا الحكم هي متواطئه بشكل كامل مع الجهات الامنيه، مع الجهات التحقيق في بدايه الامر النيابه العامه. كما قلت هناك محاضر بارقام ثابته موجوده لدى النيابه العامه، وهذه المحاضر حققت بالفعل واخذت تحريات المباحث واستمعت الى اقوال ذوي الضحايا، واستمعت الى اقوال من اتهم المتهمين، واستمعت الى اقوال من اتهم متهمين اخرين، ووجهت اصابع الاتهام الى العديد من المتهمين. هذه المحاضر كان من الجدير بالنيابه العامه حتى وان اراد فتح التحقيق مره اخرى في القضيه. السيد محمد الضماطي ربما فاته ان يقول، هو قال انه كان هناك قرار بألا وجه لاقامه الدعوه الجنائيه ممهدا لاصداره. الحقيقه ان هذا القرار صدر بالفعل قبل 3 يوليو، صدر قرار النيابة العامة في عدد من الاتهامات في هذه القضية بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية في هذه الأمور. ثم قررت النيابة العامة فتح تحقيقات فقط في قضايا فرعية، قضايا حيازة الأسلحة التي ضبطت مع المتهمين وعددهم 138 متهما الذين ضبطت معهم أسلحة بيضاء أو أسلحة نارية أو ما إلى ذلك، تحقيقا مستقلا في هذا الأمر، وتحقيقا أيضا في قضايا التحريض وما إلى ذلك. كل هذه القضايا محضرين تم فتحهم وتم تجاهلهم تماما وعدم ذكر أي شيء عنهم. تحريات عمرو مصطفى أمام في هذا المحضر قال بشكل واضح جدا أن المتظاهرين المعارضين للرئيس محمد مرسي استخدموا العنف وقاموا بإصابة العديد من أفراد الأمن، ذكر أسمائهم، وقاموا بإحراق أحد أبواب قصر الاتحادية، وقاموا بإتلاف سيارات حكومية مملوكة للرئاسة وما إلى ذلك. وقال أن المتظاهرين أيا كان، أنا هنا لا أقيم الوضع السياسي في هذا اليوم، لكن أقول هذا الحدث، هذه تحرياته، قال عن المتظاهرين الآخرين الذين هم مؤيدين للرئيس محمد مرسي
انهم اتوا بسلميه وانهم لم يعتدوا على اي من المنشات وانهم وانهم وانهم، ثم عاد وغير كلامه تماما بعد 3 مليون، كانه يدور مع الاحداث السياسيه هنا. اذا كان النظام يحكم الاخوان فهو مع الاخوان، ان كان النظام مع الانقلاب العسكري فهو مع الانقلاب العسكري قلبا وقالبا. هذا يدلك على حجم العبث والعشوائيه الموجوده في هذه الاجهزه الامنيه والقضائيه للاسف الشديد. مصطفى عزب المدير الاقليمي للمنظمه العربيه لحقوق الانسان في لندن، شكرا جزيلا لك. وبهذا مشاهدينا نصل إلى ختام المسائية، نشكركم على تفضلكم بالمتابعة ونلقاكم غدا بإذن الله في مسائية جديدة، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.